تحديات كبيرة تواجه إقليم كردستان، ومنها أنه كيف تساهم في عملية يعني عملية التكامل مع المركز، مع الحكومة الاتحادية اللي دائما تؤكد على أنه ينبغي مثل ما موجود في دستورنا أن لا تكون الأراضي العراقية يعني مصدرا لعملية الإضرار باستقرار وأمن البلدان المجاورة ومنها الجمهورية الإسلامية. أما فيما يتعلق في موضوعة العناصر الصهيونية، أولا هو لحد الآن حكومة الإقليم تنفي وجود مثل هكذا جماعات، لكنه حقيقة الأمر الواقع يشير بأنه هنالك حقيقة تواجد وإن كان يعني مغطى باعتبارات قد تكون تجارية أو دبلوماسية أو فيما يتعلق ببعض الخبراء الذين يعملون في إقليم كردستان. بالتالي أنا أعتقد هذا هو واجب حكومة إقليم كردستان، هي اللي هي حقيقة لا تدع الحكومة الاتحادية أن تعمل سواء كان جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني. لكن هذا مواجب الحكومة الاتحادية تواجد عناصر صهيونية وإن تعددت المسميات في إقليم كردستان؟ يعني تعرفين حضرتك الأمر الواقع في العراق، الحكومة الإقليم يعني ترفض أن يكون هنالك عملية تدخل في هذا الجانب، هي في الجانب الاقتصادي هي ترفض والمالي ترفض تواجد يعني عملية التدقيق على السجلات وما إلى ذلك، فما بالك في موضوع أمني مهم مثل هذا، فهي ما تسمح لا لجهاز المخابرات الوطني. زين، هذا تعنت من حكومة إقليم كردستان لو إهمال من الحكومة، وخلل في موضوعة طبيعة فهم الحكومة الاتحادية أو طبيعة صلاحيات واختصاصات الإقليم واختصاصات المركز.